بدايه النهار كنا عم نحكي انه الطقس تغير وكانه هذا اليوم برد وهربان كانه من كانون رجعت الشتويه كان. رح نعرف حاله الطقس واذا في بعض منخفضات خلال هي السنه اكيد مع المتنبئ الجوي حسان الجردي اللي صار معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير يسعد صباحك اهلين. صباح الخيرات يسعد صباحك اهلين. صباح الخير استاذ حسان. هلا صباح الخيرات يسعد صباحي. عم الاتصال مسموع عم تسمعنا منيح؟ انا سمعانك. اي تمام استاذ حسان. مثل ما قلنا اليوم فقنا على منخفض ومطر اذا بدنا نقول بالشام، ما بنعرف لسه باقي المحافظات كيف الوضع، فخلينا نعرف من حضرتك كيف حتكون الايام الجايه بالنسبه للمنخفض، قد ايه حيضل، امتى حتشمس الدنيا، يعني اشتقنا للصيف مثل ما بنقول. هلا بدايه صباح الخير من جديد لك لزملائنا لقناتكم الكريمه. صباح النور. عوده للاجواء الشتويه، اجواء بارده، اجواء هطولات مطريه بتكون غزيرة بالساحل، بتترافق بحبات البرد والعواصف الرعدية بالساحل، بالإضافة للمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية كانت الهطولات عامة وشاملة. بالشمال عطب بتل أبيض 2 ملي، بجرابلس 13، بحلب 4، ببانياس 3، بالساحل بترطوس مركز المحافظة 8، مركز محافظة اللاذقية عطب فيه هطول مطري 2، بالجزيره بالقامشلي تقريبا 1.5، بالعاصمه دمشق 3 ملي، بالقنيطره 18، بسرغايه 1، مستمر الهطول المطري وحاله عدم الاستقرار مستمره معنا مع عناصر بتكون متميزه جدا بانخفاض بدرجات الحراره، نشاط بسرعه الرياح، هطولات مطريه غزيره مع هطولات ثلجيه بتكون بالمرتفعات الجبليه العاليه والمتوسطه. النهار بكره بتنخفض نهار الجمعه للمناطق اللي بتزيد ارتفاعها عن ال 1100 متر، الحرارات في عليها انخفاض، اليوم بتكون حول المعدل او اعلى بقليل تحديدا بالشرقيه، لنهار بكره الانخفاض الواضح والملحوظ رح تكون ادنى من معدلاتها من 3 الى 6 درجات مئويه مع نشاط بسرعه الرياح الغربيه، الجنوبيه الغربيه ممكن تتجاوز سرعه الهبات ال 65 كيلو متر بالساعه، نهار الجمعه رح تكون الهبات تصل لل 95 كيلو متر بالساعه. وعبر صفحتنا والمواقع الاذاعيه والتلفزيونيه نبهنا وحذرنا من سرعه الرياح والتدني الملحوظ بدرجات الحراره والارتفاع الامواج اللي يمكن يصل للاربع امتار نهار الجمعه. هلا بشكل عام حاله عدم استقرار متكامله العناصر عم تاثر على المنطقه بدءا من ليله امبارح، بتستمر معنا خلال الايام القادمه ببروده راح تكون متميزة على الرغم من فترات الانقشاعات وتغير بمصدر الكتلة الهوائية، راح يكون هناك هطولات إن شاء الله متميزة إن كانت مطرية بإذن الله في مختلف المناطق والمدن السورية. هلأ الحرارات راح تكون هي منخفضة جدا، نهار الجمعة راح تكون الأجواء باردة بالليل وبالنهار، بشكل عام ممكن في مناطق تكون الحرارات فيها بالتلامس الناقص 4 سرغاية على سبيل المثال، والنبك رح تكون بالناقص 1، الأجواء رح تكون متكاملة عناصر بامتياز بالنسبة لحالة عدم الاستقرار. إن شاء الله الأمطار هي بتكون أمطار خير ورحمة بتؤدي إلى رفع معدلات ومنسوب المياه الجوفية والينابيع والبحيرات السطحية بإذن الله، بتكون الفاعلية على الرغم من تباينها بين منطقة وأخرى وهناك من حالات الاستقرار الجزئي خلال النهار السبت والاحد، بس بتضل الاجواء مناسبه وجيده جدا لهطولات مطريه باذن الله تكون باغلب المناطق السوريه. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 14/7، القنيطره 13/6، القلمون المرتفعات الجبليه 8/1، درعا 17/6، عنف ويلا 15/6، حمص المنطقه الوسطى 14/8، حماه 16/9، بالساحل اللاذقيه وطرطوس 13/4، 14 الحسكه منطقه الجزيره 18/7، بالشمال بحلب 13/8، ادلب 15/8، دير الزور المنطقه الشرقيه 19/10، الرقه 17/9، واخيرا بالباديه السوريه تدمر 17، تنخفض خلال ساعات الليل ساعات التبريد الاعظمي لسبع درجات مئويه. نعم استاذ حسان، يعني خلينا نقول المنخفض مستمر تقريبا ليوم الجمعه او السبت. بدنا نسالك عن موضوع سرعه الرياح ولايمتى خلال هذا العام رح نضل نشوف منخفضات جويه. هلا نحن لسانا ضمن فتره ما خلصنا من فصل الشتاء، مستمر معنا فصل الشتاء حتى الاعتدال الخريفي ب 21 اذار
ونحن قربنا من هذا الموضوع. الهطولات المطرية بتضل مستمرة معنا تقريبا لنهاية الشهر الخامس، بفعالية إن شاء الله تكون جيدة نوعا ما، وبتعدل المناطق اللي كانت هطولات أقل قليلة خلال الموسم المطري الحالي. الرياح مثل ما ذكرت تكون في عليها نشاط منيح نهار الجمعة، الغربية الجنوبية الغربية البحر راح يكون عالي ارتفاع الموج، ممكن توصل الأمواج لأربعة أمتار نتيجة شدة الرياح اللي ممكن تتجاوز 95 كيلومتر في الساعة. نعم، كل الشكر لك استاذ حسان على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ومن ضمن صوتنا لصوتك كمان، وبنقول يا رب يكون هذا المطر هو خير على سوريا بكافه المحافظات، ويكون في مخزون جيد للمياه الجوفيه. شكرا لك استاذ حسان. يسعد صباحك يا شكرا لك.